قال ثمامة: إن له عندنا أحاديث كثيرة، ما سمعنا له بحديث هو أظرف من هذا. قال المنصور: أفلا أحدثك بحديث هو أظرف من هذا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، فإن الحديث إذا جاء منك كان له فضل على غيره. قال: خرج عروة وأصحابه حتى أتى ماوان، فنزل أصحابه وكنف عليهم كنيفا من الشجر، وهم أصحاب الكنيف الذي سمعته قال فيهم: ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لما أمرعوا وتمولوا. وفي هذه الغزاة يقول عروة: أقول لقوم في الكنيف تروحوا، عشية قلنا حول ما وان رزحي. وفي هذه القصيدة يقول: ليبلغ عذرا أو يصيب غنيمة، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. ثم مضى يبتغي لهم شيئا وقد جهدوا، فإذا هو بأبيات شاعر وبامرأة قد خلا من سنها وشيخ كبير كالحقاء الملقى، فكمن في كسر بيت منها وقد أجدب الناس وهلكت الماشية. فإذا هو في البيت بسحور ثلاثة مشوي، فقال ثمامة: وما السحور؟ قال: الحلقوم بما فيه، والبيت خال فأكلها، وقد مكث قبل ذلك يومين لا يأكل شيئا فأشبعته وقوية. فقال: لا أبالي من لقيت بعد هذا. ونظرت المرأة فظنت أن الكلب أكلها، فقالت للكلب: أفعلتها يا خبيث؟ وطردته. فإنه لكذلك إذ هو عند المساء بإبل قد ملأت الأفق، وإذا هي تلتفت فرقا، فعلم أن راعيها جلد شديد الضرب لها، فلما أتت المناخ بركت. ومكث الراعي قليلا ثم أتى ناقة منها فمرى أخلافها، ثم وضع العلبة على ركبتيه وحلب حتى ملأها، ثم أتى الشيخ فسقاه، ثم أتى ناقة أخرى ففعل بها ذلك وسقي العجوز، ثم أتى أخرى ففعل بها كذلك فشربه، ثم التفع بثوب واضطجع ناحية. فقال الشيخ للمرأة وأعجبه ذلك: كيف ترين ابني؟ فقالت: ليس بابنك. قال: فابن من ويلك؟ قالت: ابن عروة بن الورد. قال: ومن أين؟ قال: أتذكر يوم مر بنا يريد سوق ذي المجاز، فقلت: هذا عروة بن الورد، ووصفته لي بجلد فإني استطرفته. فسكت حتى إذا نوم وثب عروة وصاح بالإبل، فاقتطع منها نحو من النصف ومضى، ورجى ألا يتبعه الغلام، وهو غلام حين بدا شاربه، فاتبعه. قال: فاتخذ وعالجه. قال: فضرب به الأرض فيقع قائما، فتخوفه على نفسه، ثم واثبه فضرب به وبادره، فقال: إني عروة بن الورد. وهو يريد أن يعجزه عن نفسه، فارتدع ثم قال: ما لك ويلك؟ لست أشك أنك قد سمعت ما كان من أمي. قال: قلت نعم. فاذهب معي أنت وأمك وهذه الإبل، ودع هذا الرجل فإنه لا ينهاك عن شيء. قال: الذي بقي من عمر الشيخ قليل، وأنا مقيم معه ما بقي، فإن له حقا وذماما، فإذا هلك فما أسرعني إليك، وخذ من هذه الإبل بعيرا. قلت: لا يكفيني، إن معي أصحابي قد خلفتهم. قال: فثانية؟ قلت: لا. قال: فثالثة؟ والله لا زدتك على ذلك. فأخذها ومضى إلى أصحابه، ثم إن الغلام لحق به بعد هلاك الشيخ. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد زينته عندنا وعظمته في قلوبنا. قال: فهل أعقب عندكم؟ قال: لا، ولقد كنا نتشاءم بأبيه، لأنه هو الذي أوقع الحرب بين عبس وفجار بمراهنته حذيفة. ولقد بلغني أنه كان له ابن أسن من عروة، فكان يؤثره على عروة فيما يعطيه ويقربه. فقيل له: أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه؟ قال: ترون هذا الأصغر؟ لأن بقي مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكبر عيالا عليه.